عبد الله، أما والله لو قالها أحد غيرك لما تركت أمه من الثكل، لكن ما لي ولبنت رسول الله من سبيل. ما أقدر أقول شيء على سيدة النساء. الحسين سلام الله عليه صار بينه وبين كلام، ما قبل الإمام بكلامه، دخل إلى الخباء قال لأصحابه قوموا يلا هيئوا الرحيل خلنا نتحرك، فركبوا على النياق وركب الرجال على الأفراس وتقدموا، تحركت القافلة، مشت قافلة الحسين. الحر واقف ينظر إلى أصحابه، ماذا نصنع مع الحسين؟ شلون نتعامل وياه؟ هذا كها مصر على حركته ومشيته، ماذا نصنع؟ قام الحر وأمر أصحابه أن يعترضوا قافلة الحسين. اتصور قافلة تمشي بتأودة وهدوء مليئة بالنساء والأطفال، وإذا في وسطهم تخترقهم تلك الأفراس حتى اعترضت القافلة فتداكت النياق ببعضها البعض. صار الصراخ من الأطفال والنساء وصار البكاء والعويل. زينب فتحت هودجها نظرت إلى العباس قالت يا أبا الفضل أيكون القتال ونحن على ظهور النياق؟ لا يكون، راح تكون هذه الأمور، إحنا على ظهر النياق، ظهور النياق وقتال حار، ما الذي حدث؟ صاحت بكافلها شديد العزم والباس، شمر رذانك وانشر البيرق يا عباس، كني عاينها مصيبة شيب الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة، قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخير، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، ولو تنقلب شاماتهم ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامي الضعين، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، انا ما يروعني طعن الرماح وضرب لس، بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لطحن جماجمهم واذكرهم بابونا، صاحت انا عرفك بالعب الحرب عباس وافي، صاحت عرفك بالحرب عباس وافي، قطع الزند هذا الذي من مخا، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شواف، ياهو ليرد الخيل لو هجمت وحسينا. اتفق الحسين مع الحر أنه لا يدعه يدخل إلى الكوفة ولا أن يرجع إلى المدينة، وإنما يسلك طريق على غير الجاد، طريق غير رسمي. التفت الحسين إلى أصحابه قال من منكم يدل الطريق على غير الجاد؟ انبر الطرمح قال أنا يا حسين حاضر ممنون. قال إذا تقدم حتى تأخذ بالقافلة إلى طريق على غير الجاد. قال سيدي النياق تأذت وانزعجت حتى تنتظم تحتاج إلى حذو، إلى صوت يريحها في حركتها. قال تقدم يا طرماح. تقدم الطرماح، وين راح؟ راح إلى أول ناقة. زين أول ناقة هذه منو فيها؟ هذه الناقة على متنها وفي هودجها زينة، هو مديدة فقط على زمام الناقة، وإذا بيد أخرى قبضت على يده، ماذا تصنع؟ طالع وإذا العباس. قال له سيدي أنا مأمور من الحسين. قال له لا 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 لا، هذا الزمام ما يمسك أحد غيري لأن أنا المسؤول عن زينة. قال له سيدي والحل؟ قال له إذا كان ولا بد خذ فاضل الزمام. أخذ فاضل الزمام وصار يحذو ونحن نحذو بحذوه حتى شوي خفرع النساء. يا ناقتي لا تذعري
الحسن يا ناقتي لا تذعري من زهر وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر يا مالك نفعي معا والضر أيد حسينا سيدي بالنار على يزيد العاهر ابن العه وحسينا بينما السبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم منأيا ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحوض فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحله فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفن قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وصل الحسين إلى أرض ما تحرك فيها فرس زجره فلم ينزجر حثه فلم ينحث بعثه فلم ينبعث قام من عليه وصعد على فرس آخر حتى ركب على ستة أفراس وقيل سبعة أفراس ما تحرك منها واحد التفت إلى أصحابه أصحابي ماذا تسمى هذه الأرض سموها إلى بعدة أسماء تسمى فرات تسمى شط الفرات تسمى الغادريات تسمى نينوى تسمى العقل إلى أن قالوا يا أبا عبد الله تسمى كربلاء قال كرب وبلا ها هنا مناخ رحالنا ثم جاء إلى زينب قال أخي زينب تفضلي معي أخي زينب أنت شريكتي في هذه المصيبة تعالي تعالي يا زينب كأني بالحسين قد أخذ بيد زينب جاء بها إلى وسط الأرض قال يا زينب ها هنا يسقط القاسم جابها إلى مكان ثاني ها هنا يا زينب يقطع ولدي علي الأكبر بالسيف إربا إربا أخذها إلى مكان ثالث أخي زينب ها هنا يذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد بعد وين وداها أخذها إلى قرب المشرق جابها إلى قرب المشرعة أخي زينب ها هنا يسقط كفيلك أبو الفاضل وقد فضخ رأسه بعمل هذا وزينب تبكي وتنوح إلى أن جاء بها إلى مكان في وسط المعركة أخي زينب في هذا المكان راح تشوفيه شيء يكسر قلبك يا زينب وما ذاك يا أخي قال أخي زينب ها هنا ثم تكسرت العبرات في صدر الحسين مرة ثانية قال أخي زينب في هذا المكان فأجهش بالبكاء قطعتني يا قلبي حسين ماذا يحدث في هذا المكان أخبرني قال أخي زينب في هذا المكان تجديني أفحص برجلي الآن هذا وشم قد وضع على صدري آه 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 انت
مجان هذه كربلاء بشرب بلايا نزلوا ترى لاحت علامات لازم بجانب هالنهار نبقى ضمايا واجسادنا فوق الثرى تبقى سليم.